سؤال من فواز يقول لك: هل الفنان إلهام المدفعي كان أكيد. له تأثير على مشوارك الفني، بالأخص أنك مستمع غربي بحت، والأغاني العراقية الفلكلورية هي ممكن تكون جديدة عليك في ذلك الوقت، لأن هناك تشابه في طريقة استخدام الجيتار الغربي في الأغاني؟ أستاذ إلهام هو بصراحة يعتبر ملهم لكل الموسيقيين اللي من عمري واللي بعدنا، اللي هم يحبون الموسيقى الغربية بس يعني يغنون أغانيهم اللي هي العراقية. هو يعني هو كان له مثل ما تقول حجر الأساس في هذا الكاتيجوري. نعم، بس كل واحد لازم بالأخير يصير عنده على الأقل يعني نوع بصمة أو مثل ما تميز بشيء معين. يعني طبعا هو أنا لحد الآن أكو تواصل بيني وبين أستاذ إلهام وبين ابنه محمد، نعم، و أوجه لهم أحلى تحية، طبعا محمد وأستاذ الهام. نعم، إلهام مدفعي يعني أي موسيقي عراقي خاصة يعني جماعتنا نعم، لازم يكون تأثر بإلهام. هو مثل ما تقول لقانا الحل، يعني أنت تظل تغني إنجليزي إنجليزي بالعراق، هو لا هو حول السالفة إلى، فأعطانا مثل ما تقول هو إلهام المفتاح. المدفعي هو جسر الربط بين الشرق والغرب، يعني أكثر. هو عنده لونه يعني، أي أنا حاولت إنه هو يحب غير نوع من الموسيقى. يعني هسه إذا مثلاً بسأله هو شو يحب، ما راح يطلع يحب الأغاني اللي أنا أحبها. فهمت قصدي؟ صحيح. ويمكن مثلاً أكو موسيقيين معروفين بالعراق مثلاً، خلينا نقول لكل واحد ذوقه الخاص بالغناء بالضبط. بالتالي. بس هي فكرة الجسر اللي أنت قلت عليها. هو شوية مور لايك مور إنتو لاتين جاز، هو أكثر، فحتى تحس يعني أغاني الشيء الغربي اللي بيها هو أقرب إلى اللاتين جاز. نعم، إحنا شوية أصغر سمعنا غير شيء. هو مثلا سمع موسيقى الخمسينات والستينات، إحنا سمعنا السبعينات والثمانينات. والثمانينات، أي فتأثرنا بغير أشياء. مثلا أنا الفولك يعني هو من جيل آخر، هو جيل سبقنا بالضبط. يعني. أي ايه بس شوف، هاي مره سالوني مذيعه كانت شويه دمها ثقيل، سوري انا يعني انت تخبل، بس هذيك كان يعني هي نوع من على اساس ما في ذول اللي يتذاكون تريد تحرجني على اساس تقول لي انت تقلد استاذ الهام. قلت ليش يعني تساليني بهاي الطريقه بهالصيغه تقلد؟ لا انا ما اقلده، انا احبه وافتخر بانه هو يعني احد يقول لي انت تشبهه، بس صح. انا ما اقلده هو فعليا. ممكن قالت أتأثر ليش انت هم بيد لكن لا الجيتار؟ أقلد. لا احنا نفس الكاتيجوري، بس احنا مو يعني هسه هل انا شلون جاوبتها؟ ترى هسه بالخليج معظم او كل المطربين يلبس دشداشه ويعزف عود، هل هم نفس الشيء؟ لا. راشد الماجد مثل محمد عبده؟ نو. غير مدرسه، غير نوع من الموسيقى. صح. طلال مداح مثل عبد المجيد عبد الله او لا. رابح صقر؟ لا. مع العلم كلهم بيدهم عود وقاعدين ولابس زي الخليجي. صح. زين احنا عراقيين نحكي لهجه عراقيه وبيدنا جيتار، بس مو بالضروره يطلع نفس صح. احنا متاثرين، انا متاثر اكثر شيء بالسبنتيز سوفت روك، اللي هو مثلا هذول جيمي كروتشي بريد، هذول شوي اللي هم يستخدمون هذا الجيتار اللي هو ستيل سترينجز الاكوستيك جيتار. استاذ الهام استخدم نايلون جيتار مثل الفلامينكو مثل اللاتن، يعني حتى تكنيكه يختلف، حتى الكوردات اللي يستخدموها هم تختلف. فهمت قصدي؟ صحيح طبعا. اوكي، أيه. خلينا نشوف ايضا، اجى لك تعليق من زينب الدوري تقول: الله الله، من اجمل انواع الموسيقى هي المغاربيه. تحب الموسيقى أيه المغاربيه زينب؟ داود رد عليك بخصوص الإخوان مجري وقال لك: صح، أجمل أغانيهم ليلة طويلة. وعندهم أغنية يا مرايا، بالله عليك يا مرايا علاش تقولي لي بشي، هاي تشبه البزنقوش نفس الفكرة. هو يقول بالله عليك يا مرايا،
علاش تقولي لي بشين؟ يعني ليش تشوفيني الأشياء الخربة؟ توريني الأشياء السيئة. نعم. افتعلت قصدي؟ صحيح. يا مراي. فالبزرنقوش نفس الشيء يقول معود احنا مو فاضيين البزرنقوش هسه جيب لنا حنا جيب لنا سن ذهب رتب امورنا وحنا اي والدتي هوازن الجنابي تسلم عليك وتقول لك اهلا زيودي اهلا بقمه الموسيقى الاستاذ يا هلا ومرحبا زين ليش هذا كريملين ولا موالدين ولا ديزني لاند الصوره مالها لا هذه هي المدينة اللي تسكن فيها في تركيا. هاي تركيا. أي نعم. يعني فضول أنا عبالي لأن. لا لا هاي كريملين يشبهها. المدينة اللي ساكنة فيها هي. أحمد يا هلا الحسيني الله يخليك. أحمد الحسيني أيضا يسلم عليك ويقول منور أستاذ زياد أني من المحبين لشخصك الكريم منذ عالم السينما تقديمك إلى أوه شكرا جزيلا. شكرا صديقي اهلا وسهلا بك. داوود يقول لك يونس محمود وجليلة يونس محمود صح صح اي نوفل شمعون يسلم عليك ويقول لك احلى سيف شاهين تحياتي لك وللمقدم شكرا جزيلا يا صديقي. نوفل من الاخوه الاعزاء اللي مشينا سوا من احنا صغار ولو انا اكبر منه يعني هو لما اجى يعزف لما بدا يعزف كان ظاهره نوفل بالموصل صح. لانه هو طفل ويعزف اورج قوي يعني اقوى من اللي كانوا موجودين يعزفون نعم وبعدين صرنا نعزف سوا سنين احنا نعزف باوبرا انا ونوفل ونبيل جميل جميل فواز يقول لك اجابتك مقنعه جدا شكرا لكرم اجابتك وتواضعك كذلك حبيبي. من دهوك في العراق الصديق كيزاك الأرمني يسلم عليك الأرمن. ويقول أهلا وسهلا منورين نورت أستاذ زياد الورد يا هلا ومرحبا بك صديقي استمروا بكتابة أسئلتكم وتعليقاتكم وسلاماتكم لسيف شاهين وراح يرد عليكم واحد واحد إن شاء الله يا هلا ومرحبا بالجميع طيب سيف خلينا ننتقل بالحوار الآن من الموصل وذكريات الموصل إلى عمان لماذا هذه الانتقالة إلى عمان سنة 94؟ ليش تركت الموصل ورحت للأردن؟ الحصار حصار ويعني الأمور صارت صعبة الحصار الاقتصادي الذي فرضته الأمم المتحدة مو بس أنا يعني هو على غزو الكويت سنة 91 يعني نسبة كبيرة من العراقيين طلعوا بذيك الفترة نعم وأنا صح. بالذات هو أنا مو انفصلت من الأعداد رحت جيش ضليت 6 سنوات بالجيش زين بعدين طلعوا قرار انه اللي كان مفصول من جامعه من كليه معينه ممكن ينزل الى ليفل اقل يصير طالب انا يعني لو بوقتها لو يعلموني شلون نغسل الصحون اروح طبعا راح اروح فاختاريت شيء ما يشبهني اللي هو تكييف وتبريد كان متاح هذا حتى بس انقبل بدراسه احسن يعني رحت معهد نزلت ايه ولا شنو نزلت معهد من الاداب على معهد تكنولوجيا تكييف وتبريد ظليت 6 سنوات جيش يعني اوكي بهدله صراحه بهدلنا فبعدين لما خلصت المعهد طلعت من الاوائل او الاول يعني خلينا نقول فعليا الاول فقالوا لي تصير معيد بوقتها معيد مو معيد يعني مساعد مختبر طبعا راح اصير اول بس المهم موظف بالمعهد راتبي نعم. كان ما يعني اذا تحسبه ما يتجاوز يعني رقم سخيف جدا بالدولار ما اعرف 20 دولار ايش فتشي يعني انا صفنت بيها يا معود ما ترهم لي يعني يعني انا واحد شويه مثل ما تقول ثوري يعني مو حطاب وانتظر الراتب واشتري كيلو لحم وطبخ نصه ما أعطيه ففكرت بالسفر وبالجيتار صراحة أول ما طلعت ساعدني شوف أول ما طلعت على الأردن على أساس أشتغل بشي يعني مهنة مو بالموسيقى نعم. فحصلت شغل أسوي كلايش مال أقمشة نعم. مصنع أنا أرسم همين فانه مثلا اسوي كليشه معينه يسوون عليها قماشه قبل ما اداوم بعدني وكان الراتب اتذكر يمكن 120 دينار اردني
بوقت أنا حسبتها آه ويلي هذا يطلع شكات بالعراق. أي. بعدين طبعا أنت رايح على بلد جديد تعرف منه أصدقائك اللي هناك، التقيت بواحد هو من أهم يعني الناس اللي ساعدوني كثير يعني. نعم. يعني عمل لي نقلة بصراحة اللي هو غاندي. نعم. غاندي عازف بيانو ومدرس بيانو وفني بيانو، يصلح بيانوهات ويسوي تيونينج. نعم. وكان معانا يعزف بيز همين. غاندي حاليا بهولندا، اتمنى يكون يسمعني. انا حاب استغل دائما اي فرصه انه اشكر غاندي على كل شيء عمله لي ولغير ناس، لانه هو عباره عن منبع لي طاقه ايجابيه يعني كلش فاد كثير ناس انا من ضمن. فهو ايش فادني بوقتها؟ خلي دقيقه انت ليش ما تجرب تعال يمنا، انا اشتغل بمؤسسه عندهم مع الموسيقى، شلون عندكم مثلا بكندا؟ نعم. يعني نعم اكو محل بالاردن وهو عنده براندز يعني يبيع بيانوهات جيتارات، قال ليش ما تشتغل معهم؟ ايه بعمان تورينو. هسه احكي لهم نوفل، هسه احكي لهم يرد عليك ويقول لك نوفل احنا كنا بالجيش ايضا سوا. ايه صح، بس انا قبله كان هو ما يقدر يركض، اجي انا اعمل نفسي معاقبه. فضحتين ولا رجال؟ فضحت ولا رجال؟ اقول له تمدد على مود يرتاح يعني. أوكي. على اساس انا دا اعاقبه، هم كلهم يشوفون انه هو دا يزحف حتى يخلص من الركبه. ايه فغاندي قال لي تعال اشتغل معانا بالمحل، وخلي اكو مطعم عنده بيانو بس انا مو فاضي انه اعزف عندي غير التزامات، ليش ما تغني عنده على الجيتار؟ خلي اعمل لك اوديشن. أيوة. رحت اشتغلت بالمحل اسمه ما حاجة اسمه، المهم محل موسيقى. أوكي. فبعدين المطعم هو راح على خلوا أنا جبت لك موسيقى، فهم يحترمونه. نوكا كان يعني هو شخص مهم جدا بمثل ما تقول يعني هذا العالم الثقافة والموسيقى. احنا ترى من رحنا على الأردن بالتسعينات يعني عملنا حركة، عملنا تغيير يعني كان هسه صارت غير شكل. فاحتراما لغاندي خلي اوكي جيب جيتار تعال غني. فرحت انا ما عندي جيتار، اخذت جيتار من واحد اشتغل معاهم بالمحل اسمه ستيفي، اعطاني جيتار حتى كان مكسور الفينجر بورد، يا دوب يعمل تيونينج وهاي. فرحت غنيت شويه خلي خلاص اوكي اشتغل معاهم. هاي طبعا نقلة، لأنه رأسا بديت أنا دخلت عالم أنه أنا أشتغل موسيقي بالأردن. فأنت بعد طور نفسك تشتري آلة، طبعا وراها بكم يوم اشتريت جيتار أحسن، بعدين أحفظ أنواع أخرى من الأغاني، بعدين تعرف على موسيقيين هذا. فهو يعني فتح لي باب كأنه هو اللي دخلني هذا عالم الموسيقى اللي بالأردن. نعم. الأردن أعطتني فرصة أنه أكون متميز يعني ما انخلطت مع بالعراق. كان صعب أنه أنا كمصلاوي أروح لبغداد وأبرز، ما كان راح أبين يعني. ليش؟ صراحة يعني هو إيقاع الحياة ببغداد غير شكل. أولاً الفرق كانوا يأسفون معظمهم بنوادي ليلية يعني، إلا الفطاحلة الموسيقيين القواي يشتغلون ب فنادق درجة أولى اللي هي معدودة، وحتى الفنادق هاي يعني كان بارات يعني to be honest يعني. يعني أنا اللي كنت أروح أشوفهم وأتفرج عليهم معجب بهم جدا هو عصام حكيم، كان يغني يعني بطريقة مذهلة يعني ما أعرف. أنا ما صدق أروح أخذ إجازة من الجيش أتفرج عليهم وشنو هم عصام حكيم، وكان هو ونجيب كان يعزف معانا بيس، كان اكو ولد اسمه فخري حاليا يغني باربيل همين كان يغني حلو على الجيتار. كان اكو فرقه بايلوتس، بايلوتس ثلاثه من الفطاحله بالموسيقى، واحد اسمه مؤيد كان يعزف بيس، اعتقد سوى بامريكا يعزف جيتار سبانيش حول ستايله، وجيتارست اسمه نادر، ودرامر يمكن اسمه جوني مو متأكد. كان هذول من يعزفون، أنا شو وين ما جيش يعني وين بقى عالميين.
ما اروح بغداد اقول لهم ما راح، يعني الساحه مو فارغه بالاردن. نعم. حقيقه كانت فارغه. فاذا انت كان يعني اخذت قرار واعي بان تترك، ان لا تحط بغداد يعني بعين الاعتبار وتروح مباشره الى الاردن. ايه. على اساس الساحه فاضيه اكثر. بعدين شوف استاذ، هو بغداد كانت نفس الظرف امين، يعني كان حصار والناس مو بواهز هذا الموضوع مال تحضر حفله و... يعني هاي بالتسعينات كان شويه الوضع تنشن مضبوط. ايه. فبالاردن احنا كان وجودنا، مو بس انا، كثير من الموسيقيين استفادوا. يعني ترى احكي لك الصراحه، ما اعرف احكيها ولا لا، يعني حتى كاظم الساهر، هاي كاظم الساهر طبعا اهم نجم عالمي يعني، ونحن نفتخر انه يعني هو من عندنا بالضبط. حتى انا من اقول من عندنا يعني من الموصل، يعني هو تربى بالموصل حتى. صح. انا ملتقي بينه بالموصل وفندق اوبيراي، ويعني كان اكو يعني تحسه هو من عندنا. صح. بس احد اسباب تميزه هو هذه المفاجاه اللي هي، كان الفنان العراقي محصور بس بالعراق بالقناه الاولى والثانيه، ومحصور بكاتيجوري معينه، وهذا لما يطلع يشوفونه شنو العراق عنده باشن، عنده كل انواع الموسيقى. عين ان يطلع واحد هالشكل من العراق فجاه يعني، يعني مثلا كاظم، حتى علي العيساوي تتذكر شلون نجم نجوميه بالتسعينات. صحيح صحيح. فعلى نفس الشيء يعني كل الكاتيجوريز اللي هو المطرب الكلاسيك اللي يلبس بدله وران فرقه اوركسترا اللي هي كاظم الساهر. صح. هذا اذهل الناس. كاظم الساهر انا تشرفت بلقائه عده مرات يعني، واحب اسلم عليه، ما ادري حيشوف هذا المقابله ولا لا، بس نوجه له تحيه، وان شاء الله يوم من الايام التقي هنا في هذا البرنامج، التقي كاظم الساهر مره اخرى. انا اللي اقصده انه شخصية صارت وياه ايام ما اشتغلت بتلفزيون العراق، وايضا شفته بدوحه عده مرات، ومن اجل كندا في احدى زياراته ايضا التقيت به. والله شرف كبير واحد يلتقي يعني فنان عالمي يعني مثل هو يعني، هو رائع ايضا على المستوى الشخصي يعني كانسان، انسان رائع جدا. احنا نحكي عن الموسيقى يعني، هو مثل إلفيس او بالضبط. عبد الحليم او فهمت قصدي؟ صح. يعني هو هيز ان ايكون يعني عالمي، يكفي انه هو رمز، أصبح أنه رمز، رمز وطني او رمز من رموز العراق بالضبط. بس أي. ايضا من اهم عوامل وصوله يعني او معرفه الناس بهذه الجوهره، هي جوهره بس بالضبط. لو ظل بالعراق صدقني اكو مطربين كانوا كان ما نعرف ما نعرفه لحد الان. انا ما اريد اقول اسمائهم حتى يمكن ما اذكرهم بانه وضع يعني يعني محزن بالضبط. او اقول لك مثلا اكو ناس يعني ما طلعوا، قرروا يظلون، بس ظل بالعراق ظل ما معروف عربيا. مثلا احمد نعمه، احمد نعمه موسيقي مثقف وصوته حلو وستايل حلو، بس كم واحد يعرفه هسه؟ العراقيين حتى بطلوا يعرفوا. صح. انا القصد انه هاي النافذه اللي انفتحت لنا اللي هي لبنان والاردن بوقتها تخليك على غير رف يعني. انت بالعراق انا قلت لك المطرب معازفين الفرق الغربيه ببغداد برغم عظمتهم ومستواهم العالمي كانوا محصورين بكاتيجوري البار والنايت كلوب. صح. انت بتطلع اردن لبنان يصير عندك ستيج، يصير تشوفك عامه الناس، تشوفك المثقفين، فهمت شلون؟ بالضبط. وبعدين الإعلام اللي تطور، الإعلام صار غير موضوع. بعدين نهاية التسعينات صار موضوع، طقت فد مرة، صار إنترنت وتليفون وستلايت. اللي ظلوا بالعراق ممنوع الستلايت كان عندهم. صح. ما كان ما أتيحت لهم هذه الفرصة، الانتشار عبر الفضائيات يعني. إيه. فيعني الأردن فادتني بالمجال. كم سنة ظليت بالأردن؟ من 1994 إلى 2000 رحت على كندا وظليت أرجع على الأردن يعني مو. طيب. مثلاً جالك سؤال عن موضوع الأردن من صديقك نبيل الأطرقجي،
يقول لك أشهر أغنية غنيتها بالأردن شنو هي؟ ما هي أشهر أغنية غنيتها بالأردن؟ ما أنساه اللي هي طقت اللي هي مقباي. شوف هي أنا عملته ألبوم بالأردن طبعاً لو أنا بالموصل ولا راح أحد يحكي معي لا. بالأردن من ضمن يعني المناسبات اللي نحن نعزف بها حضر منتج سعودي من شركة مهمة اللي هي شركة الخيول وحب الستايل مالي وخلي أريدك تعمل ألبوم. عملت الألبوم كله حلو عجبه هاللي بس أريد يعني فتشي ثاني يوم اللي بقى ما رحت يوم سيف إيه صح هسه أحكي لكم عن نوفل ف خلي أريد يعني أغنية كنا بالسيارة طبعاً وهاي تقول مثل إيش يعني الأغاني أنا حابهم يعني خلي أعرف سوي واحدة مثل هاي تقول هاي رأساً طقت بكل العالم اللي هي شنو شغلها ماكا باي بتغني تقول زين هي هاي هسه أسوي لك إياها عربي قال والله هي فكرة قلت له هسه أكتب لك إياها قال شون معود ها هي تقول ما قباي ما إيش ما رحنا ما جينا ما أنسى ما أنسى أوكي أروح أقعد كتبناها على الاستوديو سجلها منو سجل لي السيكونس عصام الحكيم هو وأخوه عمر تحية كبيرة للموسيقي الكبير عصام الحكيم أشونك دهدا مصلاوي هم مصلاوي أشونك أبوي ورحنا سجلناها وضاف لها البيز شيراك شيراك عندكم شيراك وجه لأخذ حياة الصديق العزيز وإن شاء الله راح يجي مقابلة أخرى عدي يوم محدد لشيراك إن شاء الله أنا بس خد تفتح حياتي. الأمور أجيكم هناك ونسوي لايف نطلع تعال يمك تعال أهلا وسهلا نور أنا ما حكيت لك شيراك أنا وشيراك بالأردن سوينا بالعالم شيراك إذا تسمع يا ريت تنضم للقاء الآن فشيراك عزف البيز جيتار مالي الأغنية وأنا عزفت الجيتار بهذا بس يجي وغنيناها والكورس حتى الكورس أصدقاء اللي غنوا لي أكو يعني طلبات عمار طلبات تجيك يقولوا لك أريد نسمع ما أنساه دقيقة وقع البيك راح يشوفون الصلعة مالي لا مو مشكلة لا ما عندي صلعة كذي زين هاي ما أنسى وين وعودك وين كلامك كل تصوير الأغاني مرة تقول لي ما تنساني روح تنسى عنواني وتنسى حناني وتنسى حناني مرت سنة وانا باقي هنا قالوا لي أحسن تنسى ما أنسى ما أنسى كل عمري بطل هو نسيني ما ممكن لازم يرجع ويحب يا رب أول يمكن بس حبنا باقي الهسة هكذا بس أنا منشول قلت لك اليوم قلت لي إيه لا قلت لي أنت قلت من قبل المقابلة قلت أنت اليوم فمدى يطلع يعني شوية طبقات العالية ما عندك قريب صحيح صحيح طيب سيف عندنا بس أريد سؤال إجا أو هو مشكلة ظهر عند بعض الأصدقاء بدأ يقدرون يعلقون بس خليني أرد على هذا التعليق فواز يقول هنالك بعض الأصدقاء يريدون يعلقون تعليقات حتى
تقدرون تعلقون اشتركوا، لازم تعمل سبسكرايب رجاء على اليوتيوب حتى التعليق. حبيبي اللي يريد يعلق كل واحد $10. لا لا بلاش الاشتراك مجاني، بس اضغط زر السبسكرايب مع تفعيل زر الجرس رجاء حتى يوصل التعليق عندنا الى الاستوديو. اي اي فيقول لك طق سيف بهذه الأغنية، يعني انتشرت سيف انتشارة كبيرة. جيد جدا. طيب الآن احنا خلصنا فترة الأردن ووصلنا إلى سنة 2000 إلى سنة طبعا هي الأردن بيها بعد أكيد طبعا بيها أنه تعرفنا على موسيقيين مهمين في بيها اشتغلنا كثير. أنا مثل منو أهم الناس اللي تعاونت معاهم بالأردن؟ الأردن شوف أول شيء تعرفنا على أستاذ إلهام مثلا، أنا وشيراك كنا نشتغل سوا. يعني إلهام المدفعي كان لك أول مقابلة معه بالأردن مو بالأردن. أوكي. أول شيء أنا كنت أشتغل وحدي، بعدين إجا نوفل، نوفل اشتغل وياي كيبورد وهذا نعم بفندق كنا نعزف. بعدين نوفل سافر، صرنا نعزف أنا وموسيقي مهم حاليا هو من أهم الموسيقيين بأوروبا، يعزف قانون وجيتار وبيانو وكل شيء، اسمه أسامة أسامة عبد الرسول، من أهم الموسيقيين. يعني شوف دي يعملوا لي اتصال ما تشوفوني لايف أشغى حجاوب صح لا 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 كلهم أنا على الهواء يعرفون أكيد هم نفس ال نعم. فأسامة بعدين إجا شيراك، شيراك من بدأ يعني يفتح لي باب إنه لأن هو يعرف موسيقيين العراق، هو من بغداد. هو عازف كان بفرقة سكير كرو اللي هي أول فرقة روك يمكن بالشرق الأوسط، هيفي ميتال وروك. هو كان هو وعصام وبيرج الله يرحمه بيرج عازف الليد وأرمين الدرامر. فعن طريق شيراك يعني صار أنا صار كأنه رجعت على العراق أتعرف عليه على الموسيقيين العراق، وظلينا فترة وتعرفنا على أرشام مطرب مهم جدا هسه هو بكاليفورنيا. نعم. بعدين إلهام المدفعي طبعا، وورا هاي أنا صرت من أحد الناس اللي إيش أقول لك يعني بالساحة الفنية ولحد اليوم أنا هاوي. فأنا ما لعبت دور المطرب المحترف الماخذة مهنة، بس بوقتها انحطيت بهذه الكاتيجوري، فتعرفت على مثلا ماجد المهندس، هيثم يوسف، عادل عقلة التقيت بإسماعيل الفروتي، إسماعيل طاني أغنية، طاني أغنية حبيبتي أنت وبس سجلناها حلو. يعني أنت حبيبتي أنت وبس، حبيبتي أنت وبس غنيتها أيضا بصوتك غير صوت إسماعيل. إيه هو يعني أعطاني إياها كهدية، وأعطاني أغنية أمني ولا تخافين أيضا، أمني ولا تخافين أمني يا بوايو. وأيضا أحب أسلم على إسماعيل، إسماعيل أيضا صديق إسماعيل مهم جدا والله. أنا حتى بالحفلات العادية حتى بمطعم أو هذا لما أحد يعني يذكر يطلب أغنية أقول لهم هاي مثلا، إذا يقولوا لي فلان أغنية مال فلان أقول لهم لا هاي مال إسماعيل فروج على المايك، إسماعيل كاتبها وملحنها ومغنيها فلان. طب شنو تحب شنو تحب تغني من إسماعيل؟ أوه إسماعيل كل أغاني حلو. يلا ما أعرف حبيبتي وبس حلوة جدا أنا أعشق لا هاي أحلى. أوكي هاي غناها حسين الجسمي. ما نسيتك ما نسيتك وانت تدري حتى قلبي صار بيتك، ما نسيتك من لقيتك من لقيتك كانت أسعد لحظة عندي يا حبيبي من لقيتك انت روحي وياه اللي يقدر ينسى روحك وانت السر شلون للعالم ابوحك انت ورده
انت وردة ومن دمع عيني سقيتك ما نسيتك ما نسيتك يا حبيبي ما نسيتك. وهكذا.